أنعم الرب علينا بطوبويين جداد للبنان والشرق، هن الأب توما صالح والأب ليونار عويس ملكي. ولد الأب توما سنة 1879، أما الأب ليونار فولد سنة 1881 ببلدة بعبداد بجبال لبنان. ومن بعد قدوم الكبوشيين على بلدتهم ببعبداد اختاروا أنه يكونوا رهبان كبوشيين مرسلين، فراحوا سنة 1895 على اسطنبول على المعهد الرسول الشرقي للرهبنة الكبوشية للاستعداد للرسالة. ومن بعد ما دخلوا الابتداء وأنهوا دروسهم وسيموا كاهنين، زاروا بلدتهم بعبدات قبل الانطلاق للرسالة لبلاد ما بين النهرين، فتنقلوا بين ماردين وأورفا وخربوط ودياباكر، عاملين بشتى حقول الرسالة مثل المدارس والتعليم والوعظ والتعليم المسيحي والشبيبة ورهبنة مار فرانسيس للعلمانيين والاعترافات وغيرها. استشهدوا قبل الحرب العالمية الأولى، فاستشهد الأب ليونار بماردين ب11 حزيران سنة 1915 مع قافلة كبيرة كان بينهم الطباوي غناطيوس مالويان. أما الأب توما فاستشهد ببلدة مرعش ب18 كانون الثاني سنة 1917 من بعد ما خبى بديره كاهن أرمني خلال مجازر الأرمن، فحكم عليه بالإعدام، ولكنه توفي قبل تنفيذ الحكم من جراء المعاملة السيئة يلي تعرض له بالحبس. وبتنطر الكنيسة اليوم بلبنان تحديد تاريخ التطويب اللي رح يكون ببلدهم الأم، وبتعتبر هالحدث بمثابة رجاء جديد للبنان، وبتشكر الرهبن الكبوشية الرب على هالعطية خصوصاً بهالظروف الصعبة الشبيهة بتلك التي عاش الأبوين توما وليونار اللي إجوا لينضموا لرفيقهم الطباوي يعقوب الحداد الكبوشي. مبروك للبنان وطن القديسين. يا توما صالح وليونار ملكي، صلوا لأجلنا.